السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان. أحسن حاجة في الدنيا إنك تسعد الناس، عشان كده ربنا عز وجل جعل أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله مش اللي أكثرهم صلاة وصوم وزكاة، أحب الناس إلى الله اللي هم مين يا رسول الله؟ الأنفعهم للناس. عشان كده احنا فكرة احنا معاك الهدف منها ان احنا نخدمك، ان احنا ناخد منك ثواب الدل على الخير كفاعلة، ان احنا نشترك كلنا في تقديم خدمة لصالح بلدنا الحبيبة. الهدف منها في الاخر ان احنا نرضي ربنا عز وجل. هيكون في بداية حلقة احنا معاك كل اسبوع ان شاء الله يوم الاثنين لقاء مع الاستاذ الدكتور احمد عمر هاشم، هنتكلم في فقرة بخصوص رمضان قبل ان نصوم، هنتعرف هو قبل ما نصوم المفروض نعمل ايه. عايز حضراتكم وبتمنى ان انتوا تشاركونا في الموضوع، ان كل الناس اللي بتتفرج علينا يكونوا معدين معانا في البرنامج. ازاي؟ لو عندك موضوع طيب، موضوع يفيد فعلا، موضوع محتاج حل، ممكن تعرضه على صفحة جمعية البر والتقوى المصرية على الفيسبوك، وان شاء الله هتلاقي صدى معانا. لو هنقدر ان احنا هنحلها يبقى بالتالي هنعرضها، ما نقدرش مش هنعرضها. ده شيء. الشيء الثاني، احنا عايزين نتحرك على جميع المستويات الخيرية، ان احنا نفرق كرب المكروبين سواء كانوا غارمين او غارمات، ان احنا نساعد العرايس اليتيمات في التجهيز، ان احنا نبني بيوت للفقراء والمساكين، ان احنا نساعد المرضى، ان 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 اي شيء يسعد الناس. دي هدية بنقدمها لصالح بلدنا الجميلة مصر. احنا معاك. هنبدأ النهاردة أولى فقرات برنامجنا مع الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في فقرة قبل أن نصوم. ياريت نستجيب لكلام الدكتور ونسمعه كويس جدا، والناس اللي علقت على فقرة اللقمة الحرام وأثرها على الصيام ما تزعلوش مننا، احنا هنبقى صرحة جدا في اللقاء عشان نقول ديننا بيقول ايه. يلا بينا. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في الفقره اللي انتم بتستنوها كل اسبوع مع الحبر العلامه فضيله الاستاذ الدكتور احمد عمر هاشم، وموضوعنا قبل ان نصوم. الناس طبعا اتفاجئت بالكلام في الحلقه اللي فاتت على امور ما كانوش واخدين بالهم منها، لكن سامحونا احنا بنتكلم من بدري عشان لما نيجي لحظه الصيام نكون استعدينا وتوبنا عشان ندخل على رمضان وربنا راضي عننا. مرحب بحضرتك فضيلة الدكتور أحمد، ربنا يزيدك علم وصحة ويطول في عمر حضرتك. قبل أن نصوم رمضان، أنا مخاصم أمي ومقطعها وأبويا وداخل عليا رمضان، إيه المطلوب؟ أعمل إيه يا دكتور؟ تقوم بالصلح وبالبر، لأن رب العزة سبحانه وتعالى حين أمر بعبادته وحده بعد عبادته مباشرة قال: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لم يقل أطع والديك أو بر والديك، قال بالوالدين إحسانا، والإحسان أعلى مقامات البر والطاعة بالوالدين. أنت مقدم على عبادة يتجلى الله فيها على عباده، فكيف يتسنى لمثل هذا الإنسان أن يكون عاقا لوالديه؟ زوجتي مش عايزاني أن أنا يعني أبقى كويس مع والدتي ووالدي. هذا خطأ. المفروض أنها لو أرادت سعادتها مع زوجها أن توثق صلتها مع والديه ومع أسرته، لأن الروابط الأسرية وشائج. من أجل ذلك كان للمصاهرة لحمة وقوة تترابط فيها الأسرة ويقوى فيها الحب بين الجميع. فلا تنظر إلى أن يكون الإنسان بعيدا عن أهله. دكتور، أنا بصوم كويس وباكل حلال وبصلي كويس جدا وبعتكف، بس يعني أنا أمي بتزعلنا على طول فبريح دماغي منها خالص، هل صيامي مقبول؟ لا، هو الأم حتى على فرض الإساءة
يعني انظر إلى التعبير القرآني الذي بلغ صيغة نهائية في القوة. لو افترضنا أن الوالدين أرادا وجاهداك على أن تشرك بالله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن قال بعدها وصاحبهما في الدنيا محرم. حتى لو قالوا أشرك مع هذا، حتى لو قالوا لا يطيع، ولكن عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن للوالدين مكانة جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل بعض المجاهدين: لك والدان؟ قال: نعم. كيف تركتهما؟ تركتهما يبكيان يا رسول الله. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع لبر والديك أفضل من الجهاد. أفضل من الجهاد. إذن بر الوالدين مهم جدا في قبول الصيغة. نعم. ويقول لمن عنده أم: هل عندك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. ثم يعني فهناك الجنة تحت أقدام الأمهات. إلزم رجليها فثم الجنة. نقول هذا لبعض الذين لم يوفقوا لخدمة أمهاتهم وآبائهم. دكتور، أنا خارج أجاهد في سوريا أو أجاهد في أي دولة أخرى وأبويا وأمي زعلانين مني جدا لدرجة إن قالوا إحنا غضبانين عليك، لا، إيه موقف الشرع مني؟ يبقى ضاع. حتى لو مات شهيد؟ حتى ولو مات شهيد، لأن غضب الوالدين من أخطر ما يكون. كل ذنب يؤخر الله ما شاء من العقوبة إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. يعاقب صاحب العقوق في دنيا قبل أخرى، في دنيا قبل أخرى. كيف في دنيا؟ يرى عقوبة في نفسه، في أولاده، فيما يحدث له من مشكلات. كما تدين تدان. كما تدين تدان. والعكس بالعكس، لو كان معهما بارا، انظر موقف أويس القرني. أويس القرني ده من التابعين، لكن كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من الممكن انه يذهب للرسول مجرد ما يرى الرسول يصبح صحابيا، لكن انشغاله وبره الشديد بأمه جعله لا يبرحها، يظل يخدمه. فإذا به يبقى من التابعين، وإذا بالرسول يقول لسيدنا عمر: لو صادفته أطلب منه أن يدعو لك. هو مستجاب. سبحان الله، أصبح مستجاب الدعوة بماذا؟ ببره له. يعني كان ممكن يقول: لا، أنا روح أقعد عند النبي، عند رجلين النبي، أجاهد مع النبي، بعض الوقت أصوم مع النبي، يرى الرسول فيصبح صحابيا. ولكن بره بأمه جعل الرسول يبشر بأنه مستجاب الدعوة، ويوصي سيدنا عمر ومن هو الفاروق. سبحانه، إذا قابلته فاسأله أن يدعو لك. يا سبحان الله. فراح يسأل أمداد أهل اليمن كلما جاءوا إلى الحج: أفيكم أويس؟ أفيكم؟ إلى أن صادفه فقال له: ادعو لي. قال: من يدعو لمن؟ أنت الفاروق عمر. قال: وصاني الرسول إذا قابلتك أن أطلب منك الدعاء. يا سبحان الله. فدعا له، فقال له سيدنا عمر: إلى أين؟ قال: الكوفة. قال: سأوصي الوالي أن يكون في خدمتك. قال: لا لا لا، تركني مع عامة الناس، لا يريد أن يتميز. سبحان الله. سبحان الله. مولانا، أمي كبرت في السن فأخدتها وديتها دار المسنين، ورمضان داخل عليا، وزوجتي بتتضايق لو أنا جبتها البيت، أعمل إيه؟ أرضي زوجتي ولا أرضي أمي؟ لا ترضي الأم طبعا، لأن بر الأم واجب، وكونك تتركها في دور المسنين مع احترامنا لدور المسنين ومع رسالتها التي قد تصبح ضرورة من الضرورات، لكن ربنا قال في القرآن: إما يبلغن عندك الكبر. عندك، مش عندك في دار المسنين. مش في دار المسنين. سبحان الله. عندك الكبر، فلا بد. فلا تقل لهما أف، كلمة أف بس، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني أمره بأربعة أشياء:
بقولين وفعلين، قل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ده بدأ بالنهي الأول يا مولانا. فلا تقل لهما أف، هذا ما يتعلق بالقول، ولا تنهرهما، هذا ما يتعلق بالفعل، وقل لهما قولا كريما، هذا هو القول الكريم. واخفض لهما جناح الذل، من الذل الذي لا يكون إلا لله، حين نضع أشرف عضو في الجسد على الأرض لا يكون إلا للوالدين رحمة بهما، سبحان الله، ولمكانتهما ومنزلتهما. وهل يكون الإفطار في شهر الصيام جميلا إلا والجلوس بين يدي الوالدين؟ بلا شك، يا سبحان هذه الله، تكون متعة من ناحية، وبر وإحسان بهما من ناحية، وألا يغضبهما من ناحية أخرى. طب أمي ماتت وكنت أنا مزعلها، أعمل إيه وعايزة تقول؟ هناك بر للوالدين بعد وفاتهما. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحد المسلمين: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ يعني كان بار بهما في منتهى البر، مش مفرط ولا مقصر، ولكن يريد أن يستمر البر هل بقي شيء بعد وفاتهما أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهم والدعاء لهم، استغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما، حتى إكرام صديقهما. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستقبل امرأة عجوز، كانت السيدة عائشة تقول له: ما تلك العجوز، ما كل هذا؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. سبحان الله. مولانا، كتير قوي في زماننا من الشباب دايما يقولوا أف لأمهم، وييجوا في شهر رمضان للأسف الشديد بيبالغوا قوي إن هم يزعلوا والديهم بالتحديد، حتى لما يقولوا لهم قوموا صلوا بيسمعوهم كلام مش كويس. نقول للشباب دول إيه يا مولانا؟ نقول لهؤلاء الشباب: هذه علامة من علامات عدم التوفيق، فعليكم أن تتداركوا أنفسكم في الدنيا قبل الآخرة، وأن تكونوا طائعين بارين بالوالدين، وأن تستجيبوا لما يوجهكم إليه الآباء أو الأمهات بالطاعة وبالصلاة وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، خاصة في شهر مبارك هو شهر القرآن، وشهر الإحسان، وشهر الرحمة، وشهر المغفرة، وشهر العتق من النار. اغتنموا هذه الفرصة، من تقرب فيه في خصلة من كان كمن أدى فريضة في مسواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة في مسواه. مولانا، هو عقوق الوالدين من الكبائر؟ بلا شك. خطر. نعم، من الكبائر، وصاحبه يعاقب عليه عقابا شديدا، ويرى حياته قاتمة ومظلمة، ويرى عقوبة ذلك في الدنيا قبل. هل ينفع صيامه؟ لا ينفعه صيامه، لا ينفع، لأنه خالف أمر الله وعصى أمر الله. يعني هو، أستطيع أن أقول لسيادتك إن العبادات التي نتقرب بها إلى الله ليست مجرد أعمال آلية نقوم بها، ولكن من أجل أن تزهذب من سلوك الإنسان وأخلاقه، فإن لم تهذب فلا خير فيها. فلا قيمة له. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أحسنت. فهذا لم تنهه صلاته ولم ينهه صيامه عن عقوق الوالدين. مشاهدينا الكرام، كلام يكتب بمداد الذهب، ياريت تسمعوا بقلوبنا. جزاك الله خير مولانا، وياريت شبابنا وفتياتنا وكل الدنيا تسمع ان ديننا دين اخلاق. ابوك وامك في عينيك، قبل ما تصوم فكر كويس فيهم. مشاهدينا الكرام، ان شاء الله قريبا حلقة جديدة قبل ان نصوم مع احنا معاك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.